شو طمنيني؟ مبروك، المحكمة قررت الإفراج عني هلا بين ما يصير موعد المحاكمة. كيف يعني؟ قصدك نهار رح تطلع؟ صحيح. الحمد لله. بس نهال ما أجيت على المحكمة وعلى الزيارة ما طلعت. طيب بسيطة، هلأ صار فيك تشوفها برا، وقت أسألها ليش ما أجيت على المحكمة. مزبوط. إمتى رح تطلع؟ اليوم تأخر الوقت والمعاملة بدها وقت حتى تخلص. بالكتير بكرة الظهر بتكون طالعة. شكراً إليك، عزبتك معي. لا شو هالحكي، ولو هذا واجبي. يلا بشوفك بكرة. الله معك. بقى. مبروك نهار، وهي رح تطلعي. فرحت لك كتير والله. يلا خلينا نمشي. لا تزعلي وتقهري حالك هيك يا بنتي، تركي الماضي وراكي وشوفي حياتك ومستقبلك برا. ماشي يا عمري؟ أنا ماضي ومستقبلي ما تسوى. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضل. لو سمحت بدي أشوف الخواتم اللي عندك. وشو المناسبة؟ مشان خطبة. معناها محابس. إيه، أنت العريس مو هيك؟ إيه. بالهنا إن شاء الله. تفضل يا أبيك، شوف هدول. أهلين يا حلوة، المحكمة أفرجت عن نهال وبكرة رح يطالعوها. عن جد والله فرحتني كتير. شوفوا جبت المحابس. إن شاء الله ألف مبروك يا عمري، ألف مبروك. بس لحظة وقف، لشو هالخواتم؟ رح أتزوج أمي. أنت شو عم تحكي؟ ليش سألتني بالأول؟ أمي خلصنا هلأ. ابني الزواج شو هاد؟ شو صاير معك؟ ليش مستعجل؟ طيب بس دعي أسمعوني شوي. مجدو انت رح تتزوج؟ مو فورا، بس ايه انا رح اتزوج. شو هذا يا؟ كل واحد منكم بده يتزوج ويروح، وانا رح ضل لحالي بهالبيت. لا تتزوجوا يا، او تزوجوا وضلوا هون. اوف شو هذا يا؟ كنا قبل مبسوطين كتير. اللي لنا لاولادك ما يتزوجوا. انا عم قلن يا روحي بس ما حدا عم بيرد علي. دخيله الازعر.